هاي، صباح الخير. اليوم معي ماي فريند ياسين في البيت. بخليه يعرف عن نفسه بعد ما نخلص الوصفة. الإيش اسمه؟ سوباك هاتشي. هو زي مشروب يسوونه في كوريا فصل الصيف، بس الأغلب الأطفال هم اللي يشربونها. صراحة أنا ما قد سويتها بنفسي من قبل، ولا أذكر إني أنا قابلت أحد يعني يشربها دائما. هو بالعادة حق الأطفال، بس إنه شيء مرة يعني إنترستينج، وبوريكم إياه. والوصفة مرة سهلة، فياسين بيساعدني اليوم. أوكي، وبنوريكم الطريقة. أوكي، تعرف إيش المقادير؟ أحط قدام الواقع. أوكي، هذه المكونات لدينا: حليب وسبرايت وأناناس مقطع، مع مقطع المحلى أعتقد. زي الفواكه كذا شكلها. زي كان، وفي مجموعة فواكه من داخل. كمان كارس. كوكتيل. تشيري، كارس، و بس مو شرط يعني هذا بالضبط، اي شيء يعني الفواكه المسخنه. وايضا نضع كميه صغيره من السكر، السكر البني. بني صح. واهم شيء في الوصفه بطيخ. بوريكم انه اسعار البطيخ مره غاليه في كوريا. هذه ربع جحه. ربع فقط، تقريبا 16 ريال سعودي، يعني مرة غالي. أوريدي أكلت منها. You're struggling. إحنا بنتابع وصفة بيك جون، صح اسمه كذا؟ إيه، بيك جون. هو طباخ مرة، شيف مرة معروف في كوريا، وعنده أكثر من برنامج، وبرضو عنده قناة على اليوتيوب يسوي فيها وصفات كورية بس الطريقة مرة مبسطة، فدائما أحب أتابع وصفاته. أوكي، سو قطع الجح، وطريقة التحضير مرة سهلة. هو بيسكلي أنت تخلطون كل شيء مع بعض، بس الكمية هي اللي لازم تركزون عليها. أوكي، أول شيء حلبة جرام. حلبة؟ تعرف تحسبها؟ حلبة تقريبا 800 جرام جح. اوكي، نوس. شوفوا، انتوا لا تتابعون هذه الوصفة اللي احنا قاعدين نسويها، تابعوا الوصفة اللي انا بحطها في الديسكريبشن تحت. اوكي، وبعدها سبرايت كم؟ سبرايت 1 كان 250 ملي. اوكي، اربع ملاعق سكر بني. اوكي، اربعة. ترى انا من زمان ما صورت يوتيوب، فانا ناسي كيف الناس تصور. اوكي، واحد. اثنين، ثلاثة، خلاص أربعة. بعدين نخلط. هيك. ترك الشغل السهل لي أنا. إن بس يمكن تأكلونه دايركتلي أو إنه توزعونه يعني في صحن. أدري إنه شكله يعني ممكن يكون مقرف للبعض لأنه حليب وسبرايت بنفس الوقت، بس صدقوني مرة مرة لذيذ. متى آخر مرة أكلت سوباكات؟ أنا ممكن منذ 10 سنوات. يا أنا أذكر إني أكلتها يمكن مرتين في حياتي. مرتين بس؟ يعني في كوريا؟ يا لا، مرة في كوريا أتوقع، مرة في السعودية يوم إحنا صغار. ماما كانت تسوي لي.
وضعنا كميه كبيره من السكر. انا وانا قاعد اسوي احس انه اصلا ما يحتاج سكر لانه اوريدي في او ممكن ملعقتين فقط. ملعقتين اوكي. وهذا ترى السكر ما ذاب كله الحين. اوكي انا انصحكم انك ما تحطون سكر يتاكلونه اول بعدين. صح صح. لكن طيب جدا. مرة لذيذ. أنا لو إذا بضيف شيء على الوصفة يمكن بضيف ليمون. ليمون. علشان يعطيه كذا يكسر ال إنه صاير مرة حالي فمع الليمون يمكن يصير أحلى. بس يا مرة لذيذ ومرة سهل الوصفة. فإذا في أحد بيسويها سووا لي تاج على الإنستغرام. يمكن نسيت أوريكم هذا. ممكن تشرح؟ هذه لك سكونز. ما أعرف إيش اسمها بالعربي بس بالعادة تنوكل مع جام صح؟ جام وزبدة. تخيلوا إنه ياسين هو مسويها. مرة شكرا وصدت طعمها مرة لذيذ. لا شك على وجه. بس الكلاب يعني مرة مسؤولية كبيرة. لازم تمشيهم كل يوم. انا افضل كلب كلب كيف وافي اكثر. لا لا هذا بس كونسبشن حتى ترى بس مره وافي بس هم ما يعرفون يعبرون عن نفسهم. اوكي. فجأة. بس انا اريد ان ياتي كلبي الي دائما ويجلس ويبقى. ترى حتى البسس كذا والله. طيب ما يعني ما عندي صراحة توبيك معين بس أبغى أعرفكم على ياسين. أكيد يعني في كثير منكم يعرفونه أوريدي بس صراحة من بين كل الناس اللي الكوريين يتكلمون عربي هو أحسن شخص. نو صدق يعني أنتوا بتحكموا بنفسكم يعني يتكلم عربي بالفصحى حتى يعني مش بالعامية. يا انتروديوس يور سيلف. السلام عليكم. انا اسمي ياسين و شو بعد انا ايش تشتغل؟ انا اشتغل كمترجم عربي كوري في كوريا وايضا يوتيوبر. نعم اصنع اصنع محتويات بالعربية رياكشنز ومقابلات مع عرب خاصة مقيمين في كوريا. نعم وأسألهم كيف حياتهم. نعم هنا. أوكي. هذه الأشياء. دائما لما أسمع يتكلم أنت لو تغمضون عينكم وتسمعونه يتكلم تحسون أنكم قاعد تتابعون أفلام كرتون. والله يوم إحنا صغار ترى ما قاعد طنز يعني this is a compliment. والله يعني أنا قاعد أمدح إن كأن صوتك نفس صوت اللي الأصوات الدبلجة. في برامج الكرتون. شكرا. ليش فصحى؟ لأن كل اللي أعرفهم اللي يتكلمون عربي يتكلمون بالعامية بس إيش اخترت فصحى؟ الفصحى نعم لدينا ليس خيار. هل علينا أن نتقن اللغة الفصحى أو العامية؟ لكن تواصل مع يعني أشخاص أو أصدقاء نعم بالعامية أسهل وأريح. لكن أنا أعمل كمترجم وأتعامل مع شخصيات كبيرة ومع المؤسسات الحكومية. إذا الاجتماعات عادة تكون يعني بالفصحى. نعم. وأيضا الترجمة مستندات أو ملفات رسمية كلها بالفصحى. بس تفهم إذا تكلمت بالعامية تفهم كل شيء أنا أقوله صح؟ لا ليس كل شيء. ممكن تقريبا يعني احس تقريبا لكن لا اريد ان افهم تقريبا اريد تبي تفهم. ايه ما شاء الله ترى انا يعني ياسين انا عارفه من زمان من كم سنه وقتها يعني كنت يعني كان يساعدني بالكوري وعلى اساس اني انا ساعده بالعربي بس هو كان مره يعني كان يسالني اسئله ما اعرفها يعني لهالدرجه هو كان مره يعني دقيق ومره بروفيشنال. يعني انا ما اعرف اساعد اي احد بالفصحى ابدا. طيب غير يعني انت درست العربي تخصصك صح؟ نعم صحيح. وهل عشت في دول عربيه من قبل؟
نعم انا عشت في عشت في السعوديه. السعوديه نعم سنتين. سنتين من اجل العمل. نعم توظفت في شركه سامسونج للهندسه ونعم سافرت الى السعوديه وبقيت هناك. نعم اوكي. وك يعني موظف عادي لكن بعض الاحيان قمت بالترجمه مثلا قوانين مثلا نظام العمل او اي يعني قوانين متعلقه ب يعني مصالح شركتنا. نعم وبعد برضو عشت في لبنان. نعم لبنان 4 سنوات كمترجم. كمترجم نعم لم لدي اي مسؤوليه اخرى الا الترجمه. نعم اي في سؤال انا بسالك اياه. ليش في كثير كوريين يدرسون عربي؟ سوري يعني السؤال اللي يعني فجاه كذا. بس ليش في كوريين كثير يدرسون عربي؟ ليش اولا هم الطلاب يعني الثانويون يختارون تخصص حسب علامتهم. فبعض الناس لديهم هدف اصلا لكن مجموعه يعني اخرى لا فقط يختارون اللغة العربية كتخصص حسب علامتهم. ما كنت أدري. عنجد؟ طيب لحظة. للي يدرسون عربي على حسب على حسب درجاتهم. نعم. كيف درجات بلادكم؟ حسب هذا حسب. مثلاً هناك هناك جامعات التي تدرس فيها اللغة العربية في كوريا. أفضل جامعة جامعة هانغو للدراسة العليا. ممكن في توب رانكينج لا ادري يعني ده درجات يعني يعني لازم تكون درجاتك ممتازه علشان تقدر تدرس عربي في هذه الجامعه. في هذه الجامعه. نعم هناك جامعات. في جامعات ثانيه لا الثانيه وسط او بال هنا حسب. اوكي توني ادري. ولدينا لدينا كليه الدراسات العليا بجامعه هانغو. نعم هي الوحيدة. هي الوحيدة. نعم. Yeah. علشان كذا كثير من اليوتيوبرز اللي يدرسوا عربي بالأغلب يعني يعرفون بعض. صحيح. كل حد يعرف الثاني. نعم. Okay. وأيضا هناك نقطة يعني مهمة. عندما هناك امتحان لقبول الجامعة. الجامعة لدينا في كوريا أكثر اللغة أجنبية أو لغة ثانية إقبالاً لدى الطلاب الثانويين هي اللغة العربية بعد اللغة الإنجليزية. قصدك إن لما يجون يختبرون الاختبار هم لازم يختارون اللغة اللي يبون يختبرون فيها صح؟ صح. واحدة من اللغات اللي يختارونها هي العربية. اللغة العربية. ليش؟ ليش؟ اللغة الصينية أو اللغة اليابانية لأن هناك عدد كبير من الناس يتقنونها. لذا يعني لفترة قصيرة من المستحيل أن أحصل على درجة جيدة. لكن بالنسبة للغة العربية هذا لا صحيح دقت. أوكي. أنا قصدي. واضح القصد خلاص فهمنا. أوكي. يعني مستوى الامتحان للغة العربية جدا أسهل يعني أسهل. علشان كذا الناس تختار أكثر في اختبار قبول الجامعات مش كتخصص. صح أنا قصدي هذا. أوكي. شو؟ ما في شيء ثاني تبي أنا يعني يا صراحة يعني أنا ما كنت مجهزة لهذا الفيديو يعني بس أنا قاعدة أسأل الأسئلة اللي تجي في بالي. فإذا أنتوا عندكم أي أسئلة عن ياسين أو أي أسئلة ثانية اكتبوها تحت وبنصور في المستقبل برضو مع بعض. فا يا إن شاء الله يكون يعني الفيديو هذا خفيف وتعرفتوا على ياسين أكثر. لا تنسون تتابعونا على اليوتيوب على الإنستغرام وتابعوني أنا برضو على الإنستغرام. أوكي باي باي.